العمل كان متوازن يعني النجارين شغالين، الحدادين كل بيكونوا بيفصلوا الحديد، بيكون في نفس الوقت بيشوي. والإنسان الروحي ده بالولادة الجديدة دي يقدر يشوف ويقدر يفهم. المفروض إنها اتولد في طنطا، أربعة اثنين 1936، كان بيشتغل في شركة الكتان. بسم الآب والابن والروح القدس الواحد أمين. المجد والآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان دار الدهور أمين. احنا هنتابع مع بعض احتفالاتنا بعيد الكنيسة، العيد 50، وكنيستنا جميلة جميلة جميلة، وكنيستنا مليانة نظام وترتيب وحاجات حلوة. عشان كده هقرأ لكم آية واحدة بس وتبقى دي تحسها ان دي موجودة في الكنيسة دايما. بقول ليكن كل شيء باللياقة، ده في رسالة كورنثوس الأولى صح 14، وليكن كل شيء باللياقة وبحسب ترتيب، كل حاجة باللياقة وبحسب ترتيب. فتلاقي الكنيسة بتاعتنا مليانة ترتيبات ومليانة أنظمة اللي بنسميها طقس، دي الطقوس الكنسية اللي موجودة عندنا. والطقوس في الكنيسة بتخلينا نحس إن الكنيسة حية، وإن الكنيسة يعني بتدي روح في العبادة. تلاقي الطقوس دي تخلي الإنسان إيه يعني كده مركز، يعني في حاجات كتيرة بتساعده على التركيز، فبتدي روح للعبادة والصلوات. فالإنسان أول ما يدخل الكنيسة كده روحه تنتعش، لقى نفسه داخل في وسط الأيقونات اللي بتخلينا نحس إن إحنا في وسط القديسين وفي صحبة القديسين، والأنوار وملابس الكهنة الجميلة وخرس الشمامسة، كل الحاجات دي بتخلينا، وخاصة كمان لما أشم ريحة البخور اللي بيحسسني إن الصلاة بتاعتي بترتفع إلى فوق. يبقى إذن الطقوس في الكنيسة بتشد الإنسان إن هو يعبر عن علاقته مع ربنا وصلواته مع ربنا. وتلاقي الطقوس دي بتعيشنا أحداث الكنيسة بالظبط، بتعيشنا أحداث الكنيسة بالظبط. فتلاقي مثلا أي طقس ليه معاني. فمثلا تلاقي عندنا الألحان مثلا في الكنيسة، الألحان دي بتحرك المشاعر، تخلي الإنسان يرتفع كده بمشاعره في صلواته. وتلاقي الكنيسة ترتب لنا الألحان دي، مش أي حاجة، الألحان دي ترتبها لنا نغمات كده، نغمة سنوي، نغمة كحكي، نغمة صيامي، نغمة حزينة زي أسبوع الألام، نغمة فريحي زي الخمسين والأعياد. فتلاقي اللحن نفسه يخليك إيه تتشد، يا للفرح يا للحزن أو للصيام أو غيره. فعشان كده أي طقس في الكنيسة عشان أنا أستفيد، مش عشان أأديه بطريقة جامدة طريقة ميتة ويبقى ما فيش استفادة. تلاقي كمان الكنيسة مثلا تعيش المناسبات، فتلاقي الكنيسة متزينة بالستائر البيضة علامة الفرح والابتهاج في القيامة والخمسين، تلاقي الكنيسة مزينة بالستائر السوداء علامة الخشوع والتوبة. كل ده طقوس. أو مثلا بتحسسنا الطقوس الكنسية بتحسسنا بالأعياد ومعانيها، يعني مفيش أي كنيسة تانية زي الكنائس أو زي كنيستنا القبطية الأرثوذكسية إن الطقس
بيعيشني المناسبه بطريقه، يعني مثلا نجي في عيد الميلاد تبص تلاقي احساسنا بالمسيح في المزود، واحساسنا بالمجوس، واحساسنا بالرعاة، واحساسنا بالتجسد الالهي وحب الله لينا وتنازله من اجلنا. تلاقي مثلا حاجه واضحه جدا زي مثلا عيد دخول المسيح اورشليم، تلاقي الكنيسه مزينه بالزعف والناس بتصلي وكاننا فعلا في العيد. تلاقي مثلا في قبل الصليب واسبوع الالام والخشوع الطقوس بتعيشني المناسبه، ودي حاجه جميله. او مثلا تلاقي يا سلام على فرحه القيامه اللي بتديها لنا الطقس في التمثيليه وفي الزفه، تلاقي افراح وراء افراح. عشان كده زي ما بقول حتى وطبعا عندنا اعياد كتيره وكل عيد له طعم، وكل عيد له معنى. 14 عيد سيدي مثلا غير اعياد القديسين. اما اسرار الكنيسه السبعه وما فيها من طقوس وصلوات، فهي بتعبر تعبير تاني خالص خالص. تلاقيها مليانة طلبات لكل الفئات ولكل الظروف، وتلاقيها مليانة بـ 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 بإحساس حلول الروح القدس في هذه الأسرار. فعشان كده تلاقي الأسرار الكنسية دي عامل مهم في الطقوس بتاعتنا وما فيها من طقوس. أمور جميلة في كنيستنا الحقيقة، بس خلي بالك ان كل طقس في الكنيسه صغير ولا كبير له معنى روحي. ما كانش الانسان المسيحي هو داخل الكنيسه يستفيد او يدخل في معنى وفي عمق الطقس الروحي، هتبقى الطقوس جامده وميته وما تبقاش مفيده. فارجوكم كل طقس عيش معناه او عيش روحه. يعني مثلا لو جه الشماس في القداس قال لنا اسجدوا لله بخوف ورعدة، هنوطي نسجد. بس هو اوطي اسجد كده بجسدي وعقلي شارد ولا بتاع؟ ولا السجود معناه ايه؟ معناه خشوع الروح، معناه المخافة، معناها الانسحاق، معناه التوبة، كل ده في السجود. او مثلا لو الشماس يقول لنا والى الشرق انظروا، طب ما من الشرق انظروا يعني ايه؟ طب ما ربنا موجود في كل مكان. وفي ناس تانية تقول لك ما ربنا في اي حته، وصح ربنا في كل مكان واقدر اصلي له في كل حته، لكن الى الشرق انظروا ده بيحط عينك على المسيح شمس البر، وبيحط عينك على المجيء الثاني اللي هو المسيح جاي من المشارق، وبيحط عينك على المسبح اللي واقف فيه المسيح الى الشرق نزول. فهي دي الطقوس بمعناها. او مثلا لما يقول لك الشماس قبلوا بعضكم بعض، تلاقي اي حد في الكنيسه يقبل اللي قدامه واللي وراه واللي جنبه من هنا واللي جنبه من هنا وخلاص. ولا دي ايه دي؟ ده احنا بنبقى ساعتها عند صلاه الصلح. الصلح في سلام مع الله ومع الناس. فعشان كده الاربع جهات يعني العالم كله، يعني انا في الوقت ما انا بقبل كده باعلن امام الله ان انا في صلح مع جهات الارض الاربعه، مع كل الناس، ما عنديش عداوه مع حد. عشان كده استحق التناول ده، انت مهم. لا يمكن حد يقدر يتناول وقلبه مش متصالح او قلبه فيه عقاره تجاه حد. إذن الطقوس عميقة. طبعا أنا بتكلم باختصار وبدي كده تشويقات بس كده يعني، لكن موضوع الطقوس ده موضوع كبير وطويل قوي ومهم برضو، وبناخده ساعات في الاجتماعات بتاعتنا. لكن موضوع الطقوس ده موضوع جميل ومعزي
وبيشد الكبير ويشد الصغير، يعني الطفل ده اللي يلاقي الايقونات بينجذب للكنيسه، بيلاقي الشمع ينبسط ينجذب للكنيسه، الكبير يشوف القرايات ومعانيها وترتيباتها، الكبير يحس بالقداس وتدرجه، كل دي طقوس جميله في الكنيسه. يا ريت ان احنا نيجي كنيستنا الجميله الحلوه نرتبط بيها وبطقوسها وبأعماق طقسها عشان نقدر نحن نستفيد ونفرح ونتعزى مع ربنا في كنيستنا الحلوة. وبرضو بنرجع تاني نقول لكنيستنا كل سنة وانتم طيبة يا كنيستنا بعيد الخمسين، وربنا يبارك فيكم جميعا، لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد آمين. بنزور خالي في ماريرج سبورتنج. هو خالي اسمه فكري فرانسيس، بيخدم في ماريرج سبورتنج، من المقربين جدا لابونا بشوي كامل. كان ابونا بشوي بيزوره في البيت واحنا كنا قاعدين معاه، وماما كانت بتحكي له بقى ازاي احنا بنروح الكنيسه في الوقت ده، ازاي ان احنا بنروح كناس كتير قوي وكلهم بعاد عننا. كنا بنروح مريمينا المندره يا اما مريمينا فلامي. مريمينا المندره ده كان ابونا صميل الوهبه كان الاختيار الثاني، والاختيار الثالث هو الاقرب واحده اللي هي مارجيج السيدي بشر. بس كان مشوارها بعيد شويه لانه ماشي، ولازم بقى نمشي في رمله. كان كل السكه دي عباره عن اراضي فاضيه خالص ورمله، فكانت معاناه كبيره. فكانت تشتكي لابونا بشوي بقى وتقول له عايزين بقى كنيسه جنبنا. فابونا بشوي في مره قال لها يعني طمني، هيبقى عندك كنيسه جنب بيتك ومتنعيش هم. طبعا احنا ما كناش نعرف اي حاجه عن الموضوع، بس ظهر ان هو ابونا بشوي كان بيرتب، ان هو كان رتب الموضوع الكنيسه بتاعتنا دي، كان اشترى الارض ورتب ان هو يبقى فيه قداس، بس ما كانش قايل لاي حد خالص، لان حتى خالي اللي هو كان عنده في الوقت ده ما كانش يعرف اي حاجه. لان حصل بالصدفه ان بعدها بفتره لقينا خالي داخل علينا في البيت بيقول لنا هو فين الكنيسه اللي بتتبنى عندكم؟ ده في كنيسه ورا البيت عندكم بيتعمل فيها قداس دلوقتي، وانا ما اعرفش هي فين، انتوا ما بتعرفوش هي فين؟ كان اول قداس. اول قداس. وقال ان حاضر الانبا ماكسيموس. بيقول الانبا ماكسيموس عندكم هنا بيعمل قداس، وابونا بشوي عندكم هنا بيعمل قداس. وابونا مينا افا مينا. وابونا مينا كمان، يعني. اول ما بدات مرحله ابتدائي كان منظر متعودين عليه، كان ابونا مصير لسه ما ترسبش، استاذ سامي صابر. استاذ سامي صابر. فوقت مدارس الاحد، وانا رايح مدارس الاحد الاقي استاذ سامي نازل ومعاه ماسك في ايده طفل صغير اللي هو فادي في الامور. ان انا لما كنت بروح البيت عنده كان ابوه كان استاذ سامي صادق، قبل ما يخرج من البيت كان عنده صور بتوع القديسين في كل مكان في البيت، كان بيعدي على صوره صوره ياخد شفاعتها من البيت كله، مش بس من الصاله او من صوره واحده مثلا شافيها، من كل صور القديسين اللي موجوده في البيت كان يعدي ياخد شفاعتها. كان ده بالنسبه لي يعني بقول هو بيعمل كده في البيت، امال هيعمل ايه في الكنيسه؟ فتاريخ هو كان عايش عيشه الكنيسه في البيت. المواقف اللي بذكرها باستمرار اثناء مباني الكنيسه في الدور الارض، كان طبعا في متاعب كثيره جدا، كنا بنشتغل يعني وممكن ياخدوا دفعه واثنين في القسم كل يوم. وارد ما صوت الخط بيطلع وقفل لنا بره على الكنيسه. فاكر كان في مجموعه كبيره خاصه بتسبحها، يعني كانوا بيشتغلوا في الاساسات في نفس الوقت، مساعدين في اي وقت ان هم يبقوا خلال ثواني يكونوا شغالين في التاريخ. يعني لو حصلت كبسه يسيبوا الشغل ويقفوا يصلوا. كان ابونا ابو استاذ يونان كان دايما في الاساسات كل شويه يحطوا قربانه في الاساسات، كل شويه يعملوا قربانه في الاساسات، فزي ما هو كان بيعمل كده احنا كنا نحط الحان في الاساسات.